ميوزك فيست باي أوبو. السيف وربو، قيد على ما يريدوا واربح زوزة سكر العرض عشاق الدنيا أغاني في نسخته الخاصة نهار 27 أوت في مسرح بنزرت مع 7 متاع العشية بمساهمة موزيك فام. أريدو، طور عالمك. سبور إكسبرس، مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. اليوم كان الموعد مع الندوة الصحفية للجنة التسوية اللي تم تعيينها لتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة كمال يدير عضوية زكريا البرتاجي وشادلي الرحماني. الندوة الصحفية كانت بحضور ممثلين على الفيفا وعلى الكاف وبحضور زادة وزير الشباب والرياضة الجديدة. هم قالوا كمال يدير أن مهام اللجنة هذه تنتهي في 31 جانفي ومهمتها الأساسية إجراء الانتخابات بعد تنقيح المجلة الانتخابية، وبيصير اجتماعات مع الأندية. بالنسبة للتسيير اليومي للجامعة، قال كمال يدير أنه بيتم تطبيق القانون على الناس الكل، وفيما يخص الجانب المالي قال أنه طلب التثبت من الأرقام الكل اللي تخص الجامعة التونسية لكرة القدم. وزير الرياضة اللي كان حاضر اليوم قال أنه حضوره كان لتأكيد العلاقة الطيبة بين الوزارة والجامعة. وممثلي الفيفا والكاف قالوا أنه اللي صار في تونس ما هوش بدعة، هم موجودين المساعدة الجامعة التونسية لكرة القدم على تجاوز الأزمة. في موضوع البطولة، رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة محمد عطلة قال أنه 5 فرق فقط من الرابطة المحترفة الأولى سويت وضعيتها تجاه الرابطة، وبالتالي تنجم تشارك في البطولة. بقية الأندية اللي ما سووش وضعيتهم ما ينجموش يشاركوا إلى حد الآن في البطولة اللي تنطلق في نهاية الأسبوع هذية. تفاصيل في تصريح رئيس الرابطة محمد عطلة في ميكرو زميلي أحمد عادل. الاسبيرونس خاصة، كلوب افريكان خاصة، النجم الرياضي الساحلي خاص، النادي الصفاقس خاص، السي ابي خاص، والاخرى هذه المرسى خاص. المرسى مالوريزمون تحت ديفيزيون 2 خالص فيزافي دو لا ليغا، الرودوفونس تجاه الرابطة مش تجاه الجامعة. هذو ملي خالصين قانون الارتيكل 25 يقول لك الارتيكل 25 ما تنجم الوحدة لونجاجمون تاعك يتقبل كان عدة معطيات اونتراتور تيران والفلوس وكل شيء. بعثنا لهم اليوم قلنا لهم راه الجمعية اللي ما شوف الجمعية اللي ما تجيش باش تسوي الوضع نتاعها، انا واحد من الناس امانة ولا هم مشني ضدهم راه، لكن يلفو كومونسي يزم نهار من نهارات نطبقوا القانون كيف ما اليكم ما عليك راه. نحكي توا على موضوع الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وعضو لجنة التسوية شادلي الرحماني قال أنه ملف مهدي النفطي مازال ما تحسمش، لكن التفاهم بين النفطي وفوزي البنزرتي صعيب برشا. نسمعوا تصريح شادلي الرحماني في ميكرو زميلي أحمد عادل. الوزارة عندها نماذج نتاع وقود نتاع المنتخب الوطني نتاع ليزونترنور نتاع، وتشترط تبقى قوانين جارية بعمل شروط معينة اللي دي دو كونترات هذيا ما تعملش بالصيغة هذيك. وتعرف أنت فهمها العام لأن الوزارة تخلص جزء من المبالغ هذيا. تم مراسلة الوزارة في إطار هذا، الوزارة قالت لك أنا عندي مي بروبر موديل نختم بيهم، ماذا بي تعود تختموا دي بالطريقة هذه. طوى شنو الوضعية بالنسبة للسيد مهدي النفطي والوعي، ما زلنا طوى في إطار التجاو في الأخير باش نحمي باش ناخذوا القرار إن شاء الله بالصيغة اللي، أما نرجح أنه صعب التفاهم. مدرب المنتخب فوزي البنزرتي أكد التوجه لتعيين قيس اليعقوبي مدرب مساعدي في المنتخب، وتحدث على علاقته بمهدي النفطي. 90% وي. الخلاف مع مهدي النفطي شنو؟ ما عنديش خلاف مع حد، عمري ما نعمل. تو كان يحكي سيشاد يقول لي راهو التعامل التعايش ما بيناتهم مستحيل وما ينجموش يكونوا مع بعض. أنا ما عندي خلاف مع حد، واضح. معناتها باو مال سكاكا معناتها كي في شومان اي شون سون شومان اي سون كاركتير معناتها ما ينجمش يكون معناتها براتيكمون معناتها اون سيكون. المهاجم السابق للنادي الصفاقسي محمد كانتي يوصل اليوم لسوسة تمهيدا لتعاقده مع النجم الساحلي. محمد كانتي غادر الساساس في سبتمبر 2023 نحو نادي لوسيل القطري. الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أكد أنه حنبع المجبري عمل اليوم الفحوصات الطبية تمهيدا لتعاقده مع نادي بيرنلي الإنجليزي اللي ينشط في الشامبيونشيب. الانتقال باش يكون في شكل تفريط نهائي من مان يونايتد. غيلان الشعلالي سافر اليوم ليبيا لإنهاء المفاوضات والتوقيع مع نادي أهلي طرابلس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزيكا فان بونات. نخليكم مع نادية ودليل في هابي أور.